ميت ميت ميت، صار لك شي؟ انت منيحه؟ قليلي تأذيتي من اللي صار؟ ميت شبك شو هذا اللي سويتي؟ معقول؟ خلص قلت لك انا رح شغل لك يا، بتعرفي لو كان صاير لك شي هلا انا شو كنت؟ كيف صار هيك؟ أنا ما بعرف كيف، بس صار هيك فجأة. طيب أنت منيحة؟ متأكدة؟ مين أنتو؟ هدول يبدو نازلين بالغرفة القريبة يلي جنبنا. صحيح، ايه صحيح. هو اللي صار انه نحنا سمعنا صوت قوي كتير عندكن هون، ولهيك خفنا عليكن واجينا نشوف شو صار. صح صح، شكرا كتير، منعتذر عن هذا الازعاج اللي عملنا لكن اياه. شكرا كتير، فيكن تروحوا اذا بدكن. ماشي، ايه رايحين. ألو؟ إيه بابا، أهلين. إيه طبعاً نحن جايين، أبوك بده نروح لأنه هو وأمك ناطريننا. أنت سبقني وأنا رح نظف المكان وإجي فوراً، ولا تحكي لهم عن اللي صار لأنه ما في داعي يقلقوا. انتبهي على حالك.